بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هاي الماركة طبعا بصراحة أنا ما دا أسوي لها دعاية، لكنه من النادر جدا أن تلقى ماطور نصف حصان. دا شوفونه صفر 37 كيلوات، نصف حصان. نادر أن تلقى هيك مواصفات، وأكاد أكون أزم على هيك مواصفات. طبعا هذا الماطور لاحظونه مغلق، هذا الماطور. هسه تقولي ليش دا تسوي فيديو عليه؟ أول شيء لاحظ طول المجرى مالته شقد. النص حصان دائما يجي أكثر شيء 4 سنتيم أو 5، يعني الدارجات الصينيات. خلينا نشوف هذا شقد، 6.5، 6.5. تشوفونها 6.5 سنتيم، يعني 6.5 سنتيم بهذا الوقت، وقت الغش من قيس الحديدة مالته 6.5. زين، يعني وقت هذا الغش ما تلقى هيك ماطور، هيك مواصفات. زين، نجي على القطر مالته. القطر مالته 4.7، 4.7. قياس السلك مالته، السلك مالته لافينه 25. هسه نشوفه، هذا بدون عازل، واضح يمكن 0.50، على الصفر واقف، على الصفر، هذا الصفر اللي تشوفونه. زين، وهذا هيك مواصفات بصراحة. طبعا هو بالبوستر، نادر أن تلقى من عدة بالأسواق مالتنا، سواء عراقية أو غير عراقية. فبصراحة الناس اللي جايبين هذا الماطور، اللي مستوردينه واللي يبيعون من عدة، مواصفاته كلش راقية. ملاحظة الأخرى المهمة، أكو عوازل بين الرننج والستارت. لاحظوا هاي أغلب الشركات، حتى شركات عندنا رصينة، ما يخلوا لك عزل بين الرننج والستارت. أشوفه، والشغل مالهم صراحة مضبوط إلى درجة. زين عيني، فبصراحة هذا ماطور راقي إلى درجة. وإذا تريدون تشترون من عدة هاي الماركة، إذا نص حصان هو هيك مواصفات، معناته الأكبر منه بعد أكبر مواصفات، ويحتوي على بوستر حتى يفيدكم بالفصل. فأنصحكم بشراء هذا النوع من الماطورات، موجود عندنا بالأسواق العراقية. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا. هنا بعد ما شفنا الماطور وتشغيله، الامبير مالته تقريبا 8 بالعشرة أو 9 بالعشرة. الماركة اسمها برايد، مفخرة، وفعلا هو مفخرة هذا الماطور. اعتبره 24 مجرى، 3000 دورة، مكثف 10، الرننج 0.50، العدد 65 لفيته أنا. طبعا الشركة كانوا لافينه 62 تقريبا، الستار 0.35، عدد 130، نفس بيانات الشركة. الامبير بعد اللف تقريبا 0.9 بالعشرة. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.